World Cup with the Stars، كأس العالم مع نجوم. أنا ستيفاني سعد، كل يوم رح كون مع ضيف تنشوف شو بيعرف عن كأس العالم. أنتو كمان فيكن جابوا على الأسئلة وتربحوا. ضيفنا لليوم إعلامي وزميلنا بالـ LBCI يزبك وهبي، أستاذ بالسياسة، بالتاريخ، بالجغرافيا، كل شيء توب. كيفك بالفوتبول؟ وسط. مين عم تشجع؟ أنا وقت ما بلشت أوعى بشجع ألمانيا وما زلت. بأول فقرة رح سمعك أناشيد وبدك تحضر لأي بلد؟ هذا النشيد المصري. صح. كنت بحب الأهلي وما زلت، وبحب المنتخبات العربية، المنتخب المصري. أهلاوي مش زملكاوي. أهلاوي. نعم. أهلاوي. عربي كمان. سعودي. صح. ثالث نشيد وهو الأخير. ألمانيا. المكسيك. صح. بفقرة جول لآخر نفس بدنا نشوف نفسك قديه طويل. بدك تقلنا أطول جول. كمان أنتو فيكن تشاركونا بأطول جول على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالLBCI. ready؟ نعم. نفس. go. go. اسم الله عليك. 17 ثانية. بفقرة نجم ونادي بدي فرجيك صور للاعبين، بدك نعم. تعرف أي نادي؟ هيدا مصري. الجولر عصام الحضري. مع مين بيلعب؟ التعاون الخليجي. هيدا حبيب قلبنا، هيدا جولر منتخب الألماني، مش هيك؟ نوير. مع مين بيلعب؟ بايرن ميونخ. صحيح. هيدا ميلر، أهم لاعب، أكثر لاعب بحبه. عن جد؟ ما كمان بعرف مين. كمان باير. طبعاً شاطر. آخر لعيب. هيدا سامي خضيرة. لعب. هيدا مش سامي خضيرة. لا لا لا، هيدا أوزيل، أصله تركي، لعب مع ريال مدريد، وهلا ما بعرف مع مين عم يلعب. مع أرسنال. بس ما شاء الله معلوماتك يعني توب. فكرت أنت وشطارتك بدنا نسألك أسئلة بعشرين ثانية بدك ترد عليهم. نعم. أكيد أسئلة عن المونديال. نعم. ردي؟ نعم. يا. مين المسؤول عن تنظيم بطولات كأس العالم؟ فيفا. مين هي أول دولة فازت بلقب كأس العالم 3 مرات؟ أوروغواي. إيطاليا. برازيل. مين هو اللاعب الوحيد اللي انوجد بالمنتخب بهالبطولات؟ لاعب وحيد بالبرازيل. بالبرازيل. بيلي. بيلي. مين فاز بالمونديال 2014؟ ألمانيا. 2010؟ 2010 خلص إيطاليا. إسبانيا. معلش. بدنا نشكر الأستاذ يزبك على هالإبيزود الكتير حلوة. مقبول كنت؟ بتعقد، بتجنن. 10/10 كمان. شكرا. وأنا بكون معكم بكرة مع ضيف جديد.